وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. أنا هلا جاي رح بصير على كفروت، أنا وراي حبيبي ودوعة بالنعش طلع ابنه بمسواه الأخير بضيعت وضيعت بيه وجد اللي رجع كتير كبير عندكم، ما بدي أسمع ولا طلعة رصاص، ما بدي أسمع واس أبدا. الله يخليكم، خليكم شبابكم وولادكم، لانه اي شيء لا طبعا ما يصير له شيء راح يكون جرح كثير غبي وجرح يكون جرح. بترجيكم ادعي لي شويه معزه عندكم. لما انتصرنا في رجال عالم